السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا نفتحه في العلب ومن بعد واحدة من البنات ما عرفش تفتح العلبة، يعني باش نوريكم الطريقة. كل مرة الإنسان يتعلم الطريقة اللي نفتح بها العلب. أنا هكذا تشدي العلبة تخبطيها على الحيط، مسكينة خبطيها، سمعتيها كيفاش تنفسد هكذا. شوفي كي تكون العلبة هذه يكون مغلوق هكذا، كي راهي هكذا داخله لداخل تكون مغلوقه، مي بصح هنايا كي طلعت الفوق صافي تفتحت. دوكا كي نفتحها فاسيل ما طيعش فوالا هكذا هكذا تفتح فاسيل. شوفوا هذه هاي مغلوقه، قد ما نفتحها ما نقدرش باسكو راهي مغلوقه، مي باش نفتحها انا باش ما نروحش ليه نخبطها مع خطها. فوالا تفتح فاسيل فوالا، تخبطيها مع الحيط. السمانه باش نوريكم باش ما نروحش للحيط. شوفي كيفاش تكون داخله هذه الوسطانيه، هذه تكون داخله صافي الهواء راهي مفرغه من الهواء. خبطتها مع خبطه صحيحه فوالا هكذا، تخبطيها مع الحيط تفتحيها فاسيل مو. باش نكمل لكم هذه يعني باش تتاكدوا هذه فوالا، نخبطها مع الطابله هاليك فوالا، وما تخافيهاش ما تكسر ما والو بيان سيغ. ها هاني نفتح ما كيما نقولوا بصعوبه، هاوليك افتح الهواء سيبو سهل. السلام عليكم ورحمه الله. صلى الله عليه وسلم: من صلى علي في يوم 1000 صلاه لم يمت حتى يبشر بالجنه. والحديث ولو الى الاعمال. اما البشاره الثانيه فقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي في يوم 100 مرة قضى الله له 100 حاجة، 70 منها لآخرته و30 منها لدنياه. أما البشارة الثالثة فهي قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. وأخيرا إليكم البشارة الرابعة حيث يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي. عندما نقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وأخيرا تصور معي في كل صلاة يصلي الله عليك 10، فلو أنك أرسلت هذا المقطع إلى 10 والعشرة إلى 10 والعشرة إلى 10 وهكذا حتى وصلوا إلى 1000 وكلهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، فكل أجر في هذه الصلاة سيعود خيره ونفعه عليك، لأن الحبيب علمنا أن الدال على الخير كفاعله. أسأل الله العلي القدير لمن نشر هذا المقطع أن يجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وأن يرزقه من حيث لا يحتسب. والسلام عليكم ورحمة الله.